انا لما حصلت معايا مشكله مع محمد برضو وخد بنتي ودخلها جوه، لما جيت بنت حضرتك في سنه كام؟ جبت عربيه النجده، عربيه النجده من الاولاء لموت، خرجت من بره مشوها بره بره، قالوا هي خلاص اتصلحت فعلا ماشي. ده اللي حصل. تاني حاجه دخلوا المستر علي جوه قالوا له ده هي مش ما كانتش داخله بنت الحمام دي، كانت داخله تطلع بعيالها اللجنه فوق، وخلوا مستر علي خد مني موقف ساعتها وقال لا طب ما هو صح، ما ينفعش انت تخشي اللجنه، اولياء الامور بيشتكوا ان انت لسه بدري على الامتحان اصلا. قالوا اولياء الامور بيشتكوا ان انت عايزه تخشي اللجنه لعيالك وما ينفعش. اولياء الامور سخنوا مستر علي عليا، وفي نفس التوقيت قالوا ان محمد كويس جدا وكويس جدا مع عيالنا. طب هو ايه اللي عمل مع يعني ابنك او بنتك؟ هو دخل بصي انا كنت مدخلاها الحمام، هو زقني بره بالباب، كان اولياء الامور واقفين زقني بالباب وخد البنت واقفها جوه، رحت انا مصوته وقلت ده متحرش يا جدعان، راحوا الناس قالوني قالوا لي ده راجل محترم، يمكن الكل شاهد على كده. أيوة. قالوا لي ده راجل محترم. ازاي بتقولي كده؟ كنت صح ولا لا موجود ولا لا؟ لا الكلام ده حصل فيه. حصل واولياء الامور قالوني واقولهم عزه وتبهدلت الدنيا بره وهزقتني وشتمتني وقالت لي انت كدابه، محمد انا باين عليه على اولادي. مين عزه؟ عشان كده انا ماليش دخل في اي موضوع في الموضوع. مين عزه؟ هي مدام عزه اللي اتكلمت بعد كده ان هو غلطان. ماشي انا ساعتها ما لقيتش حد واقف قدامي، لقيت رجاله واقفه جوه عمالين. لا 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 ثواني بس ثواني، لا انا لقيت الدنيا بره مولعه، ثواني بس لقيت الدنيا بره مولعه ان انا مبتري عليه والراجل ده محترم جدا. ما انت لسه قايله حصل لاولياء الامور. انا بتكلم مع اولياء الامور وقفوا جنبي، وقفوا جنبي وفي جزء اضطهدني ضد الموضوع، بس يعني في جزء من اولياء الامور وقف معايا وفي جزء اضطهد الموضوع. حصلت الكارثه عرفوا ان حضرتك ما قدمتيش بلاغ ليه؟ انا ما رضيتش اتكلم لان هم كذبوني. ايوه وعملت محضر وعملت تصالح مع اسره من المحضر، عملت تصالح عشان خاطر انا اللي طلعت متهمه وحشه ضمن الكل، ودخلت المدرسه جوه لقيت ان انا اللي غلطانه. لما تلاقي الكل مكبش عليكي وانت اللي غلط هتعملي ايه؟ هتتنزلي. رجاله واقفه جوه في المدرسه عمالين يقولوا عشان خاطر ربنا ليه يرضيك هنعمله لك، عمال تحترم الرجاله اللي جوه. هنتكلم ما نجيبش مع المشكله دلوقتي، نسيب المشكله كلها ونسيب المدير ونسيب الدنيا، المفروض نمسك في محمد ذات نفسه. احنا كلنا لينا طار عنده، نخلص طنا مع محمد بعدين نمسك المدرسه بقى دوره. احنا ماسكين دلوقتي في الدنيا وعاملين نخربنا وسايبينه هو، سايبينه هو فين؟ طب ما تعملوا دعوه وخربوا الدنيا، قولوا احنا عايزين اعدام،